عجيب جدا جدا، وانا الى وقتنا هذا اللي اتكلمني على عمليات التجميل المنظر ده يجي قدامي. شفت ام وبنتها، الست كبيره يعني مش، وبنتها في مرحله مثلا ايه الثلاثينات او اخر الثلاثينات كده، وللاسف بتعمل بتاع دوت على عينيها، بتشيل السلوتيب ببلاستر من على عينيها. هي كان عينيها محطوطه كده وما حاطين جد، وشالتها قدامي، قدامي يا بشر قدامي، ومطرح كأن السلك. طبعا هو السلك تقريبا معمول بس متشال، وهي تقريبا الجفن بيبقى نازل بقى، ما الناس بتكبر العواجيز زي خليكوا هلا كده، فهم ايه بيعملوا الجفن بيخيطوه او بيقصوا منه الحتت الزايدة عشان تبان كأن عينيها لسه شابة. انا كان هيجرالي حاجة من المنظر، والعين، وعين انا المنظر ده صراحة منظر يخض ومتعب جدا على فكرة، متعب جدا جدا. اللي بتعمل عمليه تجميل لمناخيرها وبعدين تشوفوا اثار الزرق والبتاع، انتوا بيشوفكم الاول وبعدين في الاخر، لا لا لا، ده في مرحله في النص كده ما بتتجابش ولا بتتصور. انا مش ضد اللي هقول لكم عليه دلوقتي بشروطه. هي البنات ايه غير جمال واناقه وشياكه؟ جميل جميل، مش عيب ولا حرام، لكن الهوس، الهوس بيها والفوبيا لدرجه انها تبقى نظام حياه لايف ستايل، ده غلط. كل تفكير البنات يبقى ينحصر في الفكرة دي، الموضة والبراند والحاجة والتجميل، كل ده غلط. جميل ان انا ابقى انسة نظيفة وحلوة وجميلة وشيك وامورة وكل حاجة بالطبيعي، ما في والله ما في احلى من الطبيعي، والله القديمة تحلى بالطبيعي، لكن المتزينة او اللي متفبركة او اللي مدلسة على البشر دي، ده مش صح. اللي عايزة اقول ان قصة كوميكس كان منتشر كده، وأحكي لكم قصته قبل ما أقول لكم وندخل في موضوعنا. عريس جديد، العريس دوت راح جاب في تاني يوم الدخلة، جاب هدية للكوافيرة اللي زينت زوجته، آيفون. تفتح الآيفون لقيته نوكيا أبو بتاع زمان ده، قال عشان تعرف القهرة اللي انت أرضي طبعا فاهمين، هو جايب لها علبه ايفون، فتح بقى جايب ايفون، فلقيته نوكيا من بتاع زمان اللي هو ابو لسان كده. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا، مفيش احلى من الطبيعي والرقه. انا معايا صوره البنوته في 2000 وقبل ما نطلع من نص 2015 تقريبا، البنوته دي وبحجاب ولا رطشه مكياج، حاجه جميله وبسيطه وسيمبل، والطرحه تحفه، والدبوس بسيط جدا، والفستان سيمبل ولا ينفي جمالها بحجابها وحاجتها. لكن الهيصه اللي معموله دي كارثه، انك تقارن حياتك كبنت بحياه المشاهير والبلوجرز وازياء الموضه ولبسهم والسيشن اللي كل يوم هم في هوس اصلا. بقول لك ده جسمها بيبرق، ما امر طبيعي، واحده شغاله بتدفع الوفات على وبعدين يبص لمراته، استغفر الله العظيم، يبص الاعلام يتحس ليه؟ لانه شايف حاجه اب نورم. هو ده المقفر فيه، ان تبقى دي حالنا وان احنا يبقى ده الهوس. ده اللي هنناقشه النهارده في حلقتنا. الهوس بعمليات التجميل بيدي لنوع من انواع يعني ايه التشابه في الملامح. فاكرين كده التسعينات وانجيلينا جولي دي اللي قعدت كل واحده بتعمل عمليه تجميل تبقى شبه انجيلين، كل واحده تبقى شبه انجيلين. جت فتره التسعينات كده، كل واحد ناس المهووسه بالعمليات عايزين شكل معين وسمت بمناخير بالسنتي ومش عارفه شكل ايه، تشبه بالمغنيات والفنانات. الكارثه بقى ان عدوى التجميل دي انتقلت للرجال. أنا لسه شايفة فيديو لشاب مليونير جمع فلوسه ازاي، ان هو الاول كان ملامحه ملامح عادية، وما كان يروح يقدم في اي وظيفة معاه شهادات، وما كانش يتقبل، شكلك مش مناسب مش عارفة ايه كده. فراح صرف، بيقول شرفت مش عارفة بكام كم الف دولار خدهم من والده، وراح يصرف على عمليات التجميل، واشتغل بقى موديل وبتاع وبيروج منتجات، هو اصلا امور جدا. بعد ما اشتهروا كده قال لهم انا هوريكم صورتي الحقيقيه والفيديو ليا قبل ما اشتهر، والناس تكذبه وجاب الورق ورق العمليات وبتاع وعمل كذا. ده هو انا هوس التجميل انه يوصل للدرجه دي بسبب كرتون وميديا واعلانات وكل حاجه معايير. عمليات التجميل اللي اصبحت اصلا ضروره عند البعض، ده ضروره، وتاخد منحى الهوس عند بعض الفتيات، وخصوصا طبعا زي ما قلت لكم المراهقات تكلفتها عاليه جدا جدا بالافات الدولارات. حطنا قدام سؤال، هو مين المحرك الاساسي للموضوع ده؟ ايه المحرك الاساسي لعمليات التجميل؟ السؤال الثاني، ايه الدوافع بقى؟ يعني ايه الدوافع النفسيه اللي ورا الهوس ورا الجمال اللي بتتحط في عقول الفتيات ده؟ التساؤل الثالث بقى والاهم،
هي عمليات التجميل ده خطرها الصحي ايه؟ المقالات اللي تقول عليها اجتماعيا، النتائج العكسية اللي بتيجي، ان بدل ما تعمل حاجة فتتعوج ولا يحصل حاجة لا قدر الله، العفو والعافية للناس، قولوا امين. اصلا هقول